قد نص نهار قد قد توا ان شاء الله صحة فطوركم للعبيد اللي تفطر نص نهار والعبيد اللي ماشي للفطور نقول لكم شهية طيبة وبون غوت ليكم الكل في الاثنين نجموا تتوانسوا بينا اذا فجتكم حاجة في التلفزة تصفيت نمشيو لتلفزتنا تلفزتنا تلفزتنا 1 2 3 فيفا لالجيري. فوالا البداية باش تكون من الجزائر وين اون فيت الحق ماهيش حكاية حلوة هاتو نشوفوا علاش على خاطر باش نهزكم المست غانم غرب الجزائر وين والي مست غانم كان خرج في زيارة ميدانية لأحد المشاريع لكنه كان شايف مهندس لابس علم ظهورسي للوالي هذايا زي عسكري فكان تصرفه سيء جدا قام بإهانة المهندس هذايا نسمعوا كيفاش حكى معاه. انا جاي لابس لي فيستا ميليتار وجاي تاعي روح روح جيب لي فيستا ميليتار انا تصبر انا نقصر معاك ولا مسخير قلت حياء ايوا هذا نورمالمون يسقسوه الفيستا ميليتار هذا من جابها كاع فوالا دونك كان هذايا كان ويلي مستغانم اللي كان اهان المهندس اللي كان يخدم الغاد المهندس هو كريم بودرار اللي كان عمل فيديو وكان ورى فيها الفيست اللي هو كان لابسها واللي قال اللي هي من فليب نسمعوا شنو قال. يا هل ترى يا هل ترى هل العامل البسيط العامل البسيط موظف العمومي البسيط ياك هذه فيستا ميليتار هذه يا هل ترى يا عباد الله اسمعوا شوفوا هل فيستا تاع السيد اش اي ام اش اي ام شاريها من البالا من الخرده بسعر 2000 دينار 2000 دينار سيد الرئيس سيد الرئيس ما عندي والو حسبي الله ونعم الوكيل. السيد الوالي ما كفاش بإهانة المهندس هذا لكن زادها وقت الزيارة المدنية اللي قام بها كانت حكيت معاه امرأة جزائرية كانت شكيت له حالها قالت اللي هي باش تمطردها من مسكن اللي هي فيه اللي تسكن فيه اللي هو ديجا كوخة لهنا شكيت له حالها فجاوبها بكل بساطة دبري راسك. سيد الرئيس أنا مخرج فيها هذا هو السؤال اللي كانت قالته كيفاش ندبر راسي كانت تواجدت لها قناة النهار وكانت حكيت معها وشافت الوضعية اللي هي عاشت فيها قالت هي تعيش في كوخ ووضعيتها صعبة ولهنا إذا كل مواطن مش يدبر راسه املا المسؤولين علاش هذا اللي قالته المراه الوالي تاعنا هنايا خرج له قلت لها بغيت نحكي لها القضيه تاعي قلت لها بلي السكنه ما عنديش وكيف هيا قال لي دبري راسك هذه كلمه دبري راسك ما عرفتهاش انا وين غادي توصلني من سم انا ندبر راسي ولا خويا يدبر راسه ولا خويا يدبر راسه سما ما كاش مسؤول ماهوش مسؤول سما واش من فايده من كلمه هذه دبري راسك مازال ما فهمتهاش وعندي ثلاثه دراري والراجل لا خدمه لا زدمه يخدم من نهار 10 ايام راقد المدخول ما عنديش خلاص علاه كلمه دبي راسك هذه يقولها كاع للناس ولا يقولها غير انا اللي شافني وليا وفقيره ما عنديش. الوغ رئيس الجزائر بافون كان تدخل ونقد الحكايه هذه واوصى حتى باقاله الوالي هذا لكن الوالي اوصى لا ما تمتش لإقالته ولا حتى شيء الوالي كان اكتفى باستقبال المراه في مركز الولايه حكي معاها على اساس باش يحصل لها باش يحصل لها وضعيتها واكثر من هذايا كان دخل على اذاعه محليه في بست غانم وكان اعتذر منهم وقال اللي هو ما قصدش باش يهينهم ولا يمس كرامتهم كان حكي سبونتاني فهمتش اني ها سبونتانيتي هذه اللي تنجم تهين بها كرامه عبد قدام العباد واحد طرده من قدام قدامك بطريقه مهينه والاخرى تجي تشكيلك تقولها دبري راسك فوالا هذو هما المسؤولين مالوغوزمون. نتصور احنا في العالم العربي الكل عندنا المشكله نتاع الكوميونيكاسيون هذه ما نحكيوش بالباهي يا نحكيو بالباهي برشا اكثر من لازم ونبداو نبيعوا في الاحلام الورديه واحنا ليك واحنا قلبنا معاك وفي الحقيقه ربي يعرف ما في القلوب والا نكونوا ياسر صريحين بطريقه فظه وبطريقه ما تنجم تكون سامحوني في كل مكان طريقة التحية نتاع بعض المسؤولين دونك لهنا وقت اللي تحكي مع مواطن انت الوالي نتاعو كلمة والي ديجا ماهيش صغيرة ماهيش شوية الوالي هو يعني انت اللي باش تتولى بأموره انت اللي باش تقضي له أموره مش الكل بالطبيعة اللي يمكن دونك لهنا لا نتمنكو على العباد ولا نقصوا من قيمة عباد بالطريقة هذه ونورمالمون يتم معاقبته سيد هذايا مش وقت اللي يستقبل المرأة تاعها الكف على ظهره. اللي هو كان يستقبلها كان حكي معاها وهبط التصاور معناتها اللي هو استقبلها كان تكلم اون ديريكت في راديو واعتذر منهم وقال اللي هو ما كانش يقصد وقت اللي الكاميرا ويت وحسب ما سمعنا احنا ما نعرفش لهنا شنو وردكم خلينا لي كومونتير نتاعكم ونشوفوا شنو كان اللي نجم يصير كان صارت الحكايه هذه كيما في تونس بريسيمون.
ما في تونس احنا ما نسكتوش راه فرحت تسيري نجم تقول لا هو ما سكتوش ديجا هو بدا يهبطوا فيديوهات وما دام حكوا عليها في الراديو سيكو ما سكتوش وصلت الحكايه للبافون رئيس الجزائر هذا هو بون ينجم يكونوا ياخذوا اكثر اجراءات باش تعرف شنو لازم رضاهم لازم واحد تصير له يتعاقب على خاطر لازم يتحمل مسؤوليه الكلام وافعالك وراه الكلام نتاعك يدخل في اطار افعالك جسمه والمنصب راه ماهوش بيرو كرهبه وبنوات نتاع ايسونس تحمل المسؤوليه فوالا المنصب اكبر من هكا برشا وبما فيهم اهم المسؤوليه هي تحمل المسؤوليه هي اهم حاجه باش نرجع بكم للكورونا البارح في التلفزه قلت خلينا نبدل شويه من القنوات التونسيه ونتعدى للقنوات المصريه اللي نحبهم برشا كل مره يفاجئونا بحسهم الوعي عرفت وبدا تحسيسيه البارح على الطريقه المصريه السعيديه تعديت على قناه الحياه اثارت برشا من حملات السخريه خلينا نسمع منها شوي غبريل مسارة هو فترة جون قلت لك في وقت يصيروا الأزمات كو سوسوا أوبئة كو سوسوا اسم الله عليكم حروب ولا أي مشاكل تنجم تصير في أي بلاد الإبداع يخرج كو سوسوا في أغاني كو سوسوا في في لبنان مثلا خرجوا برشا أغاني تو كان جات فرصة نسمعكم أكثر من اليمون هو تعرف شنو قالوا المسارة قالوا احنا حنسمع ولا حنرقص ولا وضحوا لهم شنو هي الحكاية بالضبط شنو ولا باش نجحوا أوتوكا هيك يتعطيوا الميساجات في مثلا مكملة مع قناة الحياة ومضى تحسيسية نجم تتعدى على طريقة صعيدية نجم تتعدى ولكن توصل بيكم في المنزل السبق صحفي إنكم تستضيفوا شكون تستضيفوا فيروس الكورونا بحد ذاته عندكم في بلاتواتكم عند الأرموتي خلينا نشوفوا الحكاية كيفاش بما أنه كل الكلام دلوقتي منصب على فيروس كورونا احنا قررنا الحقيقة نعمل حاجة محترمة جدا ومهنية جدا إن احنا نستضيف الفيروس نفسه على الهواء عبر الأقمار الصناعية. أهلا بحضرتك وأنا مبسوط جدا إن أنت شرفتنا ووافقت تطلع معانا. حبيبي الله يبارك لك. الناس دي. طب نعمل إيه بقى عشان ما تجنيه؟ خليك نضيف يا عم، صعبة دي. النظافة اللي هي لا مؤاخذة تغسل إيدك كويس، ما تفضلش تتمسح في الترابزين وأنت نازل زي القطط. بس كده يا كورونا؟ لا في حاجة كمان، خليك ذوق يا أخو محترم، اعطس بعيد عني. يا جدع في مناديل ورق وبلاش المنديل القماش اللي انت بتتفائل بيه ده ومحتفظ بيه عشان خاطر اول ناس كنت هذه شويه من الاكستري هو دائمه المكالمه والا المسرحيه اللي عملوها في البلاتو مده دقيقتين و35 سكوند قصيت لكم منه هذا المهم اللي بالنسبه لي اللي ريتو سينو كي استضافوا قوش عليه يستضيف جارهم ولا اي ما نعرفش بطريقه ساخره برشا حتى نقد ماهوش مزيان برشا من التعليق نتاع المساره شنو قالوا السيد الفاضل الأستاذ جابر القرموتي اسمح لي أبلغ حضرتك تأييدي الكامل لصحة المثل الشعبي القائل ما تخافش من الهبلة خاف من خلفتها يا أخي إيه البيضان ده عقلية ما تتجاوزش فكاهة السبعينات خالص مشكون يقول طب الأرموتي وعارفين وعبيد سامحوني في الكلمة ازاي الحلقة دي تعديت على القناة وصاحب القناة واللي شغالين في أم القناة دونك لهنا برشا من المسارة ما عجبتهمش الطريقة هذه مش عارفة حال اللبنانيين شنو خاطر مش نكمل معاكم في لبنان فتاة قالت حلمت حلمة والحلمة هذه كيما احنا عنا في تونس ريتها المرأة الفيديو اللي دارت المرأة اللي قالت اللي هي مبعوثة باش تداوي فيروس الكورونا وهي خرجت الأولى ومازالوا بعدها خمسة أخرين خاطرهم ستة أخرين وراي هما سبعة هما سبعة دونك فوالا الستين بثنية بالوحدة بالوحدة باش تطلع فما واحدة شبه لها شوية قالت حلمت حلمة والحلمة هذه باش تخليها تداوي فيروس الكورونا خلينا نسمعوا شنو قال لويس مترقيم ديار مر مارون في لبنان وكيف كيف شوية من الإكستري والمحادثة التليفونية اللي صارت بينها وبين المذيع في لبنان خلينا نسمع فوتي على جناح الموجودين فيه مرضى الكورونا
صبي، قالت بدي حد خبر حدث، قلت لها الحدث هو أعجوبي، قالت أنا معود يظهر علي نار شربي، ظهر علي وقال لي تأطلع على قبره القديم، وقال لي تأخذ كمشة تراب كبيرة حطها بركوة كبيرة عبيها مي بصفيهم بفلتر طبي، وقال لها بتاخذي هالحجور وبتروحي على مستشفى الحريري، تفوتي على جناح الموجودين فيه مرضى الكورونا. بقول له انا هيدا الامينه موجوده معي بدي سلمك اياها، اول جمله برد علي بيقول لي ما بقدر اخذ، لاني قلت له طب بقدر اشوفك بس دقيقه؟ بيقول لي لا مشغول، قلت له طب بس ثانيه اعطيك الامينه، انا كنت بدي اشوفه تعرف اذا هو الحكيم اللي بيسلمه الامينه. نعم لانه بالحلم انا شفت وجهه للحكيم. ولكن هذه الفتاة اللي قالت اللي هي مستنسة يطلع عليها دار شربل اللي هو من المشولية ما حد من الصالحين من الصالحين للمسيح، قالت اللي هي مستنسة انه شخص هذية يطلع عليها في الأحلام، وقالها لازم العبيد ياخذوا من تحت من بحث التراب متاع القبر متاعه ويحطوا فيه قنينات ويتعطيهم للعبيد ياكلهم ثلاثة مرات في النهار، وهذا كيكة تحمي روحك من فيروس تحمي روحك بفرع معتك تحمي وداوي زوزة شو نقول لك راك مش تموت بالعملية هذية، سامحني ماكش تموت بالكورونا هاك معروف مش تموت بالتراب. تعرف شنو يعني هنا فما نقطتين، النقطة الأولانية نعيب على المذيعين وإلا على العبيد اللي تنجم تستضيفهم وتخلي لهم مجال أنهم يوصلوا للناس ويحكيوا أكثر من يوصلوا بأسهل طريقة. هم مش أو تي في هي المحالة، هي مش استضافتها كيف لأنها هي مشيت إلى كما كنتوا تسمعوا مشيت للسبيتار وقالت لهم طالبت بأنهم يوريها للطبيب لأنها في الحلم شافت وجه الطبيب، دونك إذا وراها الطبيب وقتها تعرف اللي الحلمة اللي جاها فيها المارشر صحيحة وراهي باش تداوي. هذا جانب اون فيت لهنا يعني نقول انه don't make stupid people famous لهنا، هذه حاجه الاولانيه. ثاني حاجه اللي تعمل فيه راهو نوع سامحني من هذه قاعده تقوم بعمليه احتيال، دونك لهنا السلطات كيفاش ما تدخلتش وكيفاش تنجم معناتها تنجم تاثر على العباد، تنجم نعرفش يا حل من الاثنين، يا تدخل البسيكياتر تعدي على روحها يا السلطات ترمى الموت تدخل وتوقفها، على خاطر راهي تمثل اخطر مش كان على المواطنين زاد على روحها، اللي تنجم تمشي للسبيتارات كونتاكتي اكثر عبيد لهنا تلقى روحها هي بيدها مصابه بالمرض هذا. يا سامحني هوني كيفاش باش تعاون روحها؟ كانت نجم تعاون روحها ساعتها نجمو نحكي. ولا محل فما برشا من اللبنانيين ومن العالم العربي كل صار تفاعل على الفيديو هذيا والمكالمه الهاتفيه اللي دارت على الفيسبوك، قالوا برشا ايه الهبل ده، ايه فما شكون قال جهل وكهو، فما قال واحد حي خلونا هيسين مع الارانب والحشرات خير، فما شكون قال معناها انتم هذا اخر حاجه في مخكم اللي احنا نجم العلاج هو التراب الاموات، عجبتوا لك يا زمن وكانه الكورونا طلعت فينا المستخبي. فوالا خرجت الحاجه الباهيه كما خرجت زاده ما نقولش اني ما عادش نحب نعاودها ستوبيد بيبل هذو. مالوزمون جون نقول لك حتى المراه اللي هوني في تونس اللي قالت في سيدي بوزيد راهي لهنا لازم يتم نعرفش علاجها فوالا فوالا، خاطر وقت اللي نخرجوا عبيد تخرج كيك وتولي كيف المره الاخرى كنت تفكروش الفنانه بنحب ما فنانه كلمه كبيره برشا عليها هي اللي كانت تمارس الفن وخرجت قالت انا المهدي المنتظر، معناها هذه تونسيه زايده راهو معناها فما برشا من الحالات عملوا البوز بطريقه خايبه باش ينجموا يطرعوا ويتذكر اسمهم اكثر واكثر. احنا هذه اللي تعدى البارح مكملين معاك تقوى في اللي يتعدى اليوم توتسويت في معاك في البروجرام اليوم. الوغ دونك عاد شنو تنجمو تتفرجوا اليوم؟ وفيت اول حاجه للمغرومين بالكره فما باش نقولوا لي شوك ما تتعديش الكره على القناه الفرنسيه ليكيب، تنجمو تلقاو الليله السهريه كرويه 100% وين مش تعدى لا غروند سواري باش تكون سبيسيال ثمن النهائي للليغ دي شامبيون بارتي باش تكون بين باريس سان جيرمان ودورتموند بدايه من 9 نتاع الليل على تي اف 1، تلقاو الحلقه الاولى من سيزون 16 من سي الشهيره غريز اناتومي، تلقاوها الليله في سيزون 16 ا بارتير من 9 ودرجه قاعده متواصله راهي فيها تقريبا توا 16. ما احنا شباب الام بي سي فار نعرفوها نتصور رانا برشا تتفرجنا على ذا دكتورز غريز اناتومي دكتورز ودكتور هاوس برشا سوبر ناني اي
كمل اش عطينا ليست نتاع دي سيري هوسبيتاليير سينو على الفرنسا تلقاو موعد جديد لمحبي الادب الروايات والكتب في لا غراند ليبروري مع 9 غير درجين ولمحبي مسابقات الطبخ عندكم موعد الليله في الامسيس مع توب شيف في حلقته الرابعه بارتير من 9 درج ونختم بقناه 9 الليله وتلقاو الموعد مع برنامج جديد مع أبو بكر اللي يبدأ في أول حلقة لي مع 9 غير بعد يعني مش نكتشفه ديجا هو في الإشهار الرمضة الإشهارية اللي تعديت قال لي هو ما عندوش الكونسيبت قاعدين نبنيو في الكونسيبت دونك نكتشفه شنو هالبرنامج هذايا اللي لا مع أبو بكر على قناة 9 غير بعد كنوز FM على 105.1 في سوسة الحمامات وزغوان